السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا بالبداية نهنئ الأمة الإسلامية ونهنئ الإمام الحجة أجل الله فرجه الشريف، ونهنئ مراجعنا العظام بعيد الغدير الأغر، عيد الله الأعظم. يا رب إن شاء الله عيد جميل جدا عليكم وتمتلي اليوم حياة العراقيين والأمة الإسلامية بالمسرات والسعادة والأمان والحب إن شاء الله. حلقات أرض السواد الأخيرة دائما كان بيها انتقاد بناء، وللأسف أرض السواد مقصر بقطاع مهم وهو قطاع الثروة السمكية اللي صار لنا عدة أشهر ما متطرقين لهذا الموضوع المهم. القطاع هذا اللي وصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي عام 2019 رغم وجود بعض الأزمات، رغم قلة الدعم الحكومي، اليوم نوصل لمرحلة من الاكتفاء إلى شبه الاختفاء. أسباب كثيرة، الموارد المائية تقول حصصنا المائية من دول الجوار ما تكفي اليوم لتربية الأسماك، ووزارة الزراعة اليوم يقع على عاتقها شيء مهم جدا هو عدم توفير الدعم اللازم لمربي الثروة السمكية، ردم بحيرات، وأيضا عندنا اليوم عتب كبير جدا على المربين لأن أكثر البحيرات هي غير مرخصة، وأيضا موضوع الأقفاص اللي موجودة على الأنهر تكون قريبة على بعضها، وهذا مخالف اليوم لشروط السلامة، ودائما نشاهد الهلاكات بالآلاف في الكثير من المحافظات العراقية. اليوم من المسؤول؟ هل المسؤول المربي أم وزارة الموارد المائية أم وزارة الزراعة؟ وزارة الموارد المائية تقول حصص مائية ما عندنا. هل تعلم وزارة الموارد المائية أو هل عندها إحصائية دقيقة لعدد المشاريع الثروة السمكية في محافظات كردستان؟ أكيد لا. هل وزارة الزراعة وفرت العلاجات اللازمة لمربي الثروة السمكية؟ أيضا لا. هل اليوم وزارة الزراعة عندها قسم مهم وهو الإرشاد، هل وفر النصح لمربي الأسماك؟ لا. أما التلاعب بالأسعار فحقيقة حدث ولا حرج. اليوم راح نناقش كل هذه التطورات ونناقش مواضيع القطاع السمك اللي كان مثل ما قلنا وصل إلى الاكتفاء واليوم إلى شبه الاختفاء، من المسؤول وما هي الحلول؟ خلونا نشاهد هذا الفيديو ونبدأ حلقتنا. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وشاهدنا بعض المعلومات عن واقع الثروة السمكية. اليوم ضيفنا ضيف مميز، أعتبره من مؤسسي برنامج أرض السواد، الأستاذ عادل المختار الخبير المائي والزراعي. أهلا وسهلا بك. نذكر الصفة البرلمانية، ومستشار لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي. طبعا نرحب بك، والحقيقة يعني نشكرك على الاهتمام الكبير بموضوع المياه اللي قاعد حقيقة بعدد من اليوم إذا أوصل إنه عشرات القنوات الفضائية تصريحاتك المستمرة على هذا الموضوع. أخذوا بالنصائح اللي قاعد تطلقها بأفكارك بصراحة. يعني في بعض الأحيان أكو يعني يأخذون على سبيل المثال المجلس الزراعي الأعلى أو المجلس الوطني للزراعة والمياه حقيقة بدأ يأخذ تفاعل جيد جدا، وموضوع الإطلاقات، موضوع إعادة النمط، يعني أكو استجابة. نتأمل المرحلة القادمة أن تصاعد، خصوصا إحنا سوينا مبادرة
عراقنا يستغيث، وهذه مبادرة صح. جيدة جدا. أنه يعني نريد نعرف الحقائق، شلون هسه راح نحكي في برنامج حضرتك. نعم. الحقائق الأمور حتى يكون الآن من رئيس لجنة الزراعة والمياه؟ شيخ ثائر الجبوري، ثائر مخلص. كان مو هو الجبوري. لا لا، هذا جديد هسه كبير. كان من الأخ من التيار الصدر سرم، أستاذ سلام الشمري. هذا من الأخ حقي دولة القانون. اها يعني ايضا اليوم النواب يعني من غير كتل ايضا اخذوا مكان، هذا شيء دستوري. متفائلين به بصراحه؟ يعني بصراحه الرجل متفاعل معانا في المبادره، وطرح فكره للجنه الزراعه انه يعقدون مؤتمر في البرلمان لمناقشه واقع الحال اللي وصلنا اليه، وايضا راح يطلبون لقاء دوله رئيس الوزراء. يعني حقيقه لحد الان تفاعل جيد جدا. ممتاز. استاذ عادل، اليوم احب اليوم سهام انتقادك، بما ان اليوم موضوع مهم جدا. اليوم الثروه السمكيه والمعاناه اللي قاعده تصير، منو سببها؟ المربي، وزاره الموارد، وزاره الزراعه، ام الكل هو متسبب بهذا الموضوع؟ واذا الكل هو متسبب، من المتسبب بنسبه اكبر؟ بالبدايه اريد اقول فد شيء. حقيقه هواي ناس يقولون نتيجه الاحتباس الحراري وتغير المناخ، هذه الشماعة اللي دائما يعلقون عليها. أنا أقول لا، سوء إدارة. حتى نثبت وناخذ من بدايته في 2019 إذا ذكر حضرتك الموجة الفيضانية اللي ضربت العراق ذاك الوقت من تركيا وإيران، كميات مياه مهولة، موجة إضافة إلى أمطار غزيرة. بالضبط. نعم. قدرنا نخزن 60 مليار متر مكعب. نعم. حتى لا حد يسأل أنه هاي التصريحات تصريحاتنا مدعمة. معالي وزير الموارد المائية السابق دكتور حسن جنابي قبل فترة صرح أنه خزننا 55 مليار. أنا أقول 60 مليار، أنا كنت متابع الموقف، إذا مو أكثر خلينا على 60 مليار. العام اللي بعده زمن السيد 2019 زمن السيد عادل عبد المجيد من وزير موارد مائية، يمكن هو العادلي. نعم. جمال عادلي. نعم. بالضبط. وراها العشرين كانت أيضا سنة مطرية، الواحد وعشرين سنة جافة، وهسه نص الاثنين وعشرين خلصنا المي، خلصنا المي. وين ودينا؟ لا لا لا، احنا ما علينا اليوم دريد نحكي الصدق، خلي يسمعونا، واللي عنده اعتراض يمكن تليفوناتك مفتوحة إذا ممكن تخلص تليفون أو يتصلون بينا حتى قدامك نحكي. 2019 كانت الموجة الفيضانية، 2020 كانت سنة مطرية، 2021 سنة جفاف، و2022 سنة يعني جفاف. بسنتين. سنة ونص صفينا المي. وين ودينا؟ والجواب واضح، وهو المسبب. من المسبب او من المتسبب؟ الزراعه هي اللي تزرعها. وزارة الموارد؟ لا لا، 85% من الاطلاقات تروح للزراعه. يعني المشكله اليوم انا هسه انا راح اجي ايش قاعد انتقد وزاره الزراعه. بالضبط. خلينا نحكي بصراحه، وزاره الزراعه اليوم الخطه قصتها للنص، شو تسوي بعد؟ زين انا راح اجي وياك. التصريح مستشار وزير الموارد المائيه يقول احنا نصرف 48 مليار سنويا مي. لمن تصرف؟ إذا هي 85 للزراعة، إذا تصرفها للزراعة، واضح الكلام. نعم. طيب أنت تقول لي قللنا للنص، ليش قللت للنص؟ لأن هو المي مالته أقل. واضح؟ نعم. ليش قللت للنص؟ لأن المي مالته أقل، قللتها إلى مليونين ونص، لكن مليونين ونص أنت ايش قد زرعت؟ زرعت 4 مليون. ليه شلون زرعت 4 مليون؟ على حساب حصة مياه الشرب، دا تصورني؟ طيب السؤال المطروح. نعم. السؤال المطروح، هاي السنة أيضا راح تقلل الخطة إلى مليون وربع أو مليون ونص، لأن الخزين بتصريح إلى النص نزل. ومعالي وزير الموارد المائية السابق دكتور حسن يقول عندنا بقى 17 مليار متر مكعب فقط الخزين، من 60 إلى نزلنا 17. نعم مستر، هذا خلي حتى اليوم دخلنا، وشكرا على المعلومات اللي بديت بها، على حتى المواطن أيضا يفهم ايش يصير. طبعا احبه المشاهدين، يعني عندنا فيديو لليوم لردم بعض البحيرات المتجاوزه، وللمعلومه اغلب البحيرات هي متجاوزه، مع احترامي ودائما ادافع عن مربي الاسماك. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين.
رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. استاذ عادل خلينا نبدا بالفيديو. ليش اغلب بحيرات الاسماء غير مرخصه؟ اليوم لما ادخل الى مركز الاحصاء الوطني يعطيني معلومات حقيقه، فقط المرخص يعني شيء انه مو معقول، يعني انا مفتر في بابل في وسط البحيرات كبيره وكثيره جدا. نعم. ليش وصلنا الى مرحله العدد الكبير البحيرات الغير مرخصه؟ وين دور الوزاره؟ طبعا اول انقطاع الوحيد اللي ناجح بعد زراعه الحنطه وشعره هو الاسماك. تعرف حضرتك ماكو منافس، امراض قليله، فتكون توجه كله على الاسماك. اريد اشير الى الدراسه الاستراتيجيه لوزاره الموارد المائيه. هاي الدراسه تقول عام 2035 راح يكون المسطحات المائيه الى البحيرات الاسماك مساحه 61 ألف دونم بحيرات أسماك، 61 ألف دونم أسماك، لكن واقع الحال 41 ألف دونم أسماك. الدونم الواحد جديد يأخذ مياه من الأسماك؟ ما حاسبها يعني تقريباً. ما أقدر أجاوب يعني، بس توتال عام تربية الأسماك تأخذ مليار وربع. بس رقم زين. لا مو زين، هسه راح نجي عليه. فالدراسه الاستراتيجيه شو تقول؟ تقول في عام 2035 لازم يكون عندنا 41 الف دونم بحيرات اسماك فقط. بينما واقع الحال احنا هسه عبرنا ال 61 الف دونم. لذلك وزاره الزراعه ما قاعده تعطي رخصه. ولذلك مو ما تعطي الموارد المائيه ما تعطي. الموارد العفو. السبب الاساسي حقيقه، تعال خلي نحكي قطاع الاسماك شنو هو؟ هل هو بس بحيرات؟ قطاع الاسماك عندك نهران عظيمان، عندك مسطحات مائيه، كلها هذه ممكن تربي بها اسماك، واذا تربيها بالشكل الصحيح تجيب لك 30 الف طن سنويا. طيب هذا الاول بحيرات اسماك، الثاني عندك نهران عظيمان ومسطحات مائيه، الثالث مياه والاهوار. الاهوار وما ادراك ما الاهوار. القسم الثالث هو مياهنا الاقليميه 900 كيلو متر مربع، مياهنا الإقليمية الصيادين 1500 زورة، لكن مهمل هذا القطاع، والدليل يوميا تشوف صيادين يلزموهم ويبسطوهم بينما أنت عندك اتفاقية صيد الأسماك مع دول الجوار، لو فعلتها أنت تقدر الصيد براحتك. هذا يجيب بحدود 25 ألف طن، لأن كل زورة 1500 زورة يطلع 10 أيام، رايح خمسة وجاي خمسة، يجيب نص طن، واضربها والأرقام واضحة. الرابع، القسم الرابع هو الصيد في عالم المحيطات. مو احنا اليوم نفسية او المجتمع العراقي البغدادي وبقية المحافظات مايل على الاسماك النهرية، اوكي، ومايل على نوعية واحدة اسمها الكار، مختلف. احنا من نهران عظيمان، يعني هسه راح اعطيك اياها، نهران عظيمان والمسطحات المائية كلها 70% من اسماكها هو كار، واضح؟ يعني انت شئت ما بيت، هو الكرب هو السيد صح؟ نعم. لكن التنوع مهم. اكو دوله بالعالم عندها منفذ على البحر ما يكون غذائها الرئيسي اسماك؟ اتصور قبل 6 7 سنين تقريبا جتي شركه وحده اوكرانيه وحده اسبانيه، كل وحده قالت على حده اجيب لكم 200 الف طن سنويا اذب على الرصيف، سعر الطن 700 دولار. يعني ايش قد الكيلو؟ 700 ب 1000 دينار تقريبا، يعني 3 كيلوات ب 3000 تدري لكم، بينما انت بالسوق تشتريها ب 15 16. رفضت وزاره الزراعه. ليش رفضت؟ يقول ما عندي كادر. حجج. شو عليها بالكادر؟ حجج اخي، هو لعن من ذاك الوقت ليه الوقت، يعني من جتي شركتين قبل 6 سنوات ما تقدر تجيب غيرها، وعشرات الشركات تكيف بدل ما عطله تشتغل، لان سوق مفتوح. الصيد في مياهنا الاقليميه الفاو 1500 زورق، هل قد من تمت واقفه قامت تاكل وتغرق من واحده؟ مال انت رايح بس بحيرات. طيب اليوم شنو اللي صار؟ هسه راح اجيك حتى اقول لك الحلول لازمه المياه والحلول. اليوم انت انخفضت المناسيب لدرجه اصبح تقليل الخطه الزراعيه، والمشكله اللي نشوفها الاهوار جفت. صحيح. التلوث كبير بالبصره وذيقار والعماره، صح لو لا؟ صحيح. طيب الاهوار ايش قد تحتاج من عندنا؟ تدعيم مليار مليار ربع، وقف تربيه الاسماك وتوجه الذني القطاعات تجيب منها اسماك، وهاي المي حولها للاهوار، حليتها لو لا؟ اليوم اذا انا وقفت الاسماك اكو ناس بيوتها راح تخرب. يا بيوتها راح تخرب لو احنا ما نشرب مي. لا
لا مو بصراحه احنا لازم لا ماكو مي يعني هسه بال تصورك ايش قد القطاع السمك ايش قد يشتغلون عوفني شط العرب التسمم بدا يوصل تقول لي الاسماك ما دا يشتغلون طيب الاسماك خلي يشتغلون لعد ابو الحنطه والشعر ما يخف من بطله مو هي كلها عمليه سواسيه واحد مرتبط بالله كلها سواسيه اكو مشكله دا تصير موضوع انه ماء البزل وزارة تقول لهم رجعوا للمي وزارة لهم لا ترجعوا للمي طبعا هذا اللي أنا اللي قلته وتذكر حضرتك وطرحت فكرة تأسيس مجلس زراعي أعلى حتى هو يخطط لأن اليوم فشل الوزارات المتعاقبة أن تلقي حلول عملية مع إلغاء الوزارات لا تبقى لكن الفوق هو المجلس يخطط وهم ينفذون ومن لجنة مشتركة من قبل طبعا الوزارات. هم الوزراء موجودين نعم. بها بس الخبراء هم اللي يخططون ويرأس هذا المجلس دولة رئيس الوزراء طبعا. حتى شنو نرفع ملف المياه حتى لو نضيف اليوم شغلة فخرية نخلي رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء ليش لأن احنا راح نرفع الملف من وزارة الموارد المائية ننطي لدولة رئيس الوزراء حتى يطلع يفاوض مع دول الجوار ويحسب مشكلتنا انت اليوم عندك اقتصاد عندك نفط عندك سياسة عندك البككة هذه كلها ملفات فمن يكون رئيس الوزراء هو المسؤول راح يروح يمكن شلون عندنا البككة هنا دخول القوات التركية يعني نستخدمها ورقة ليش لا كل شيء ممكن انبوب النفط ممكن قطع الملابس كل شيء هذه يعني اليوم وصلت حد حرج يعني من اقول لك 17 مليار يعني انت مي شرب ممكن ما تدبر لذنائب الانهار ودياله تحديدا خطة زراعية إذا قللنا هالسنة إلى 1.5 مليون دونم يعني شنو معنى نزوح وبدأ نزوح حضرتك تدري بدأ نزوح طيب هذول الناس حين إذا جوا البغداد وين وديهم هي أصلا بغداد مكتظة وبيها مشكلة بالتشغيل بفرص العمل فإذا يجب أن يبقون شلون يبقون لازم تعيد النظر بسياستك توقف المي فرقت 1.5 مليار تدعم الأهوار ثروة سمكية الحيوانية حتى ذولا يستقرون أخي اليوم أكو أولويات تتذكر من يمكن من أول حلقة إيش قلنا يجب إعادة النظر بالسياسة الزراعية تذكر حضرتك قلت لك اليوم راح نطب في تحديات إذا ما نتلعب بالخطة الزراعية راح نوصل للمرحلة الخطرة واللي هسه إحنا بيها والحلول عقيمة ولحد الآن هم ماكو حلول أستاذ عادة تمتلك أرقام وإحصائيات بموضوع المياه بكل تفاصيلها يعني تقريبا جيت نحتاج للشرب مياه الشرب بصراحة الشرب ما عندنا مشكلة به هو متوفر يعني ما عندي رقم بس بالملايين يعني يقدر ما يطخ مليار لا ما يطخ مليار وهذا ما عندنا مشكلة نهائيا الأسماك مليار وربع البستنة جيت 3 مليار ثلاثة إذا غيرنا شوف أنا دا أنطيك حلول مثل أسماك 1.25 مليار لكن هذه وقف هذه تربية الأسماك وين تروح للفاو للمياه الإقليمية أو الصيد في عالي المحيطات هنا إيش راح يوفر لك الأسماك فإذا قطاع الأسماك غيرته كله وفرت 1.25 مليار دعم بيها تقصدك مو وقفة مؤقت لا وقفة بالمناسبة تتذكر كان لقاء على الأسماك بخصوص المرض القاتل هيري كيرز نعم. أحد الأشياء أنا طرحتها تذكر 3 سنين نوقفها صحيح اللي طالبوا 5 سنين بس هواي جتك انتقادات بس الكل صراحة. بالنتيجة بس زعلوا عليك المرض لا أنا شوف أنا رجل 40 سنة أمتهن زراعة 15 سنة مستشار لجنة الزراعة الأحكي غلط خلي يطلع يقول لي غلط أما بيناتهم أنا هذا الشيء ما أعترف به اليوم أنت عندك هيري كيرز كل سنة أسماك تموت جهاز اليوم قبل شهر بالفصل صار جهاز ما التلقيح ما قبلت الوزارة تشتري ليش ما قبلت شنو ما عندهم فلوس يقول انتم اشتروا $1 مليون انتم اشتروا وموجودين سأكرم مشداني والجماعة يعني يحتاجون العراق كله جهاز لا طبعا اكيد لانك واحد شايل أسماك ويروح للجهاز المفروض اجهزه يعني قصدي اهتمام اصلا خلي المربين يشاركون اهتمام اصلا بالقطاع ماكو والدليل اليوم ترى احنا ما بدنا نحكي عن ازمه ماي لكن هو عنده ازمه علاف وعنده ازمه الفيروس ده تصورني فلذلك انا اقول وقفوا فوائد ايقاف تربيه الاسماك راح تقول لي يا بطيني مبررات يفتح المستورد
لا 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 بس يصير ب 15 لا لا بالعكس 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 اصلا انت من توقف الاسماك راح تجيب شركات تجيب لك 200 300 الف طن سنويا اكثر مما تنتج الاسماك بحيره. اليوم يا استاذنا اليوم انا هسه انا كمواطن عراقي ودائما ناكل الكرب ونروح نشوي ومزقوف صح؟ صح. انا مو يعني شو وقت راح اتعود على الاسماك البحريه؟ ليش هو انت لاقيه حتى تتعود؟ انا ما الاسماك مو جايب لك الاسماك البحريه ارقى من الكرب وهاي صحيا وانتاجيا ورخيصه. يا رخيصه الزبادي يدخل لنا الكيلو. لا 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 انت هذا وحد ذول التجار يجيبوه بكميات قليله لكن من تفتح الاسواق راح تجيك اسعار جيده. وقلت لك شركات يعني هسه ما احكي عرض من شركه يقول لك اجيب لك سنويه 200 الف طن سعر الطن 700 دولار ويمكن المدير المفوض مال اسطولنا سابق موجود الله يذكره بالخير غسان العاني موجود اذا تحب ندور عليه ونستضيفه ونسمع منه. زين نقدر ناخذ فيديو؟ بعدين نتكلم عندنا حكي هواي. الله يخليك. طبعا حبيت المشاهدين اكو فيديو اللي بعض الحقيقه المشاجره نقدر نقول عليها تقريبا هاي بنهايه العام الماضي بين مربي اسماك في التاجي ووزاره الموارد المائيه اللي يعني ردمت بحيراتهم بحضور اياد الاستاذ اياد الطالب رئيس جمعيه العراقيه لمنتجي الاسماك. فتخيل لو يسوون قرار ماكو تربية اسماك ثلاث سنوات حيصير شنو ردة فعل؟ خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. ابيك خادم لك فدوى شاربك خادم لك المي احترق قلبه على العراق. ايه؟ ها؟ هذا يهودي، هذا مجرم، هذا مو عراقي ابن امه وابوه. يا عمي هذا المكان مشاربك من النتل ان شاء الله. تقبل القران والتفليش والتفليش رب شاهد النتل والتفليش واذيه الناس. صالح من من صالح تركيا صالح السعوديه صالح ايران؟ ليش هاي العالم تهجمت بيوتها؟ والله تجي تعاين كل سمكه قطانه. هاي تدري القطانه مال الشط ايش قد تتربى يلا تصير 10 كيلو صيد الجار. هذا صيد الجار صيد الجبع 5-6 بلا ما كهرباء. هذا الله شاهد هذا الله شاهد عليه وشحن محرم وحكم. بس على مود التفليش هاي مال الاملاك الناس كان هذا العمل مو صحيح. احنا لازم هم تفليش ينطون مجال للناس. هذا عراقي هذا هذا رأي ما عنده عمل. انت عندك شغل بطال. هذا البطال نجي ان يشتغل شغله شريفه يعني ايش تسوي بيه؟ اللي يروح يصير حرامي؟ استاذ انا ليش ما يصير هذا؟ خل اخدمك. انت مو بطال عندك قاعد انا ايش انت تشتغل؟ بس انت يعني انت وين تروح؟ غير قلت لك سبوبه. الانسانيه فوق الكل. الدولة هي مو الإنسانية. بعد ثلاث أيام يعطيني رواتبي مال شهرين. ليش؟ ليش؟ أنا ليش أطلع من الطريق دا أصير رجل؟ هو هذا اللي يريد. ليش دا أصير إرهابي؟ صح. ها؟ هو هذا. غير دا تحاربني برزقي؟ أنت تشتغل شغلة شريفة. غير دا تحاربني برزقي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كم عائلة هسه انهجمت؟ السيد رئيس الوزراء معاكم إن شاء الله ويوصل صوته إلى والنعم منه. والله وزير الزراعة رجل متعاون وداعم للثروة الحيوانية. أمانة الله ورسوله. توصل الرئيس الوزراء. نعم. والوزير الداخليه وزير الزراعه. نعم. هم هذا الدمار وهم النتل مال الكهرباء ان شاء الله. امانه الله ورسوله هاي برغبتك. يوصل يوصل ان شاء الله. سيد رئيس الوزراء سيد وزير الزراعه الرجل محترم وداعم لنا دعم قطاع الدواجن والاسماك. نعم منا يوصل الله ان شاء الله يستقبلكم. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. استاذ عادل هم ردموا كم بحيره يعني انا ما كم بحيره متجاوزه المتجاوز خلاف القانون مطبق القانون تزعل. طيب هاي وحده زين. هذا زين شنو رده فعلهم اذا قلت لهم اليوم ما فرض ضايع؟ بس اسمح لي خلينا ناخذ فرض. اسمك مرشح رائد وزير زراعه؟ لا من يرشح؟ انا رجل مستقل. لا 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 اي والله والله كويتش معلومات. والله العظيم رجل مستقل ولا عاد يجيني. بس اقول لك شيء واحد. الزراعه اليوم اذا صرت وزير زراعه اول لقاء خاص يا برنامج مكتبي والله وياك هاي قبالي وش وقت ما تريدني. ايه وافتح ابواب الوزاره. ايه حل مشاكل الناس هي الزراعه بخير. زين اذا انت اول ما راح تصير وزير زراعه وراح تلغي موضوع تربيه الاسماك شنو رده فعلهم؟ زين اسالك سؤال. تفضل. يعني هي الا اسماك؟ الزراعة بس اسماك؟ يا اخو ما غير تخصص. هسه انا بدي اسالك يعني الزراعة شان. بس اسماك؟ اليوم ماكو مي اخي. بدنا نحكي عن مي شرب. خلي هاي بابل ما شفت المحافظ يطلع يقول لهم
افتحوا محمد الدليمي افتح صارت مشكله تجاوز تمت يعني قصدي الحكايه واضحه ما عندك مي من ما عندك هاي بابل مو لا لا العراق كله العراق كله دا نحكي اليوم انت من ما عندك مي والتلوث وصل مرحله الخطر بالبصره تقول لي يا رب اسماك بالبحيرات يلا الله شافوه وبحيرات متجاوزه زين انت ليش لعد الحنطه ما تخليهم يزرعون ذولا مو بشر الشلب ليش ما تخليهم يزرعون لعد ذولا وحاد ايش راح يعيشون اليوم مسؤوليه تضامنيه كل بس الزراعه يراد لها رجل صاحب قرار حتى تطلع هسه انا اكمل لك احنا بدينا بالاسماك قلنا نفرق مليار وربع اذا غيرنا النمط تربيه السقي البساتين اذا حولتها الى منظومات ري تفرق لك مليارين ونص وين تدز هالمليارين هاي مي موجود هذا مو دا اجيب لك اياه يعني هو دا ينطي من اقطاع هنذني وين تروح هاي الوسط والجنوب احسن وضع خطر ماذا لو كان الشتاء القادم جاف هل راح تشتغل بحيرات تسماك اللي هسه تراويني صورها سؤال ما اذا كان جاف شلون اذا خلي استبق الاحداث وسيطر على عندي بدل ما اهدره واروح ابكي بعدين صح كلامي لو لا صح منو الرجل قوله لوزارة الزراعة والله بعد المفروض حقيقة اقول لك شيء واحد دائما صريح وتقول لي يعني والله خلي حلول والله قبل شويه يا استاذ عادل قبل شويه قلت لي انا طبعا احبك جدا الله يخليك يعني الكيمياء الان وياك اي والله الله يخليك فممكن يعني نتنافس بس اخاف المشاريع واحد يحكي الاخ بقوه لا بالعكس احترمه جدا واستاذي انت الحقيقه يعني حتى اعلاميا انا استفاد منك استاذ عادل انت قلت لي وزاره الزراعه يجب ان يكون في مكانها رجل قوي فعلا منو عندنا شخصيات رشح لي لو خليت لقلبت اكيد موجودين لكن السؤال نعم مو هيك ينقال هسه هوايه ناس تتسابق ان يكون رئيس وزير زراعه لكن ايش قد راح نعطي فرصه حتى يقدر يمشي شهر لو شهرين لان لا لا بس سيد الخفاجي بالضبط والله صديقي واني بكذا موقف صرحت الصور ما يقابلني انا اللي مستشار لجنه الزراعه لا يخابر ولا يقابل من يوم صار وزير لحد بينما اني كنت موعد الناس ابشروا ابشروا جاكم الخير ومنهم من متفرغين الزراعيين بالضبط حتى بالتظاهرات اللي طلع يتكلم وياهم بنفسه انت نشرت فيديو اول واحد نشرت فيديو السؤال للساده اللي راح يرشحون وزير زراعه، والله العظيم خلي ياخذوها من اخ كبير. ترى الزراعي ما ينطوكم شهر او شهرين، مو اكثر، لا تقول اني بعدني جديد، مفروض انت جايب حلول وياك، اول يوم تقعد تبدي الحلول، ليش؟ حتى تقنع والا الوضع ماساوي حقيقه. ماساوي والدليل الوزيرين ماكو حلول، وزاره الزراعه او وزاره الموارد المائيه. تحفر المبازل كري الانهر نصب محطه ماطورات للضخ ابياره مو عمل هذا مو عمل هاي ترقيع منا ومنا لزق العمل الصحيح اعلن ترشيح لوزاره الزراعه وليش ما ترشح؟ والله واني خادم لك انطيني صلاحيه والله اذا قعدت لحظه بالزراعه بالوزاره تعال عاتبني افتر بين الناس والقي الحلول حتى شنو الناس مثل هسه انت قلت لي بحيرات الاسماك يحتاجون الشباب ليش لا بالعكس يابا الحكومه المستقبليه خاصه اوجه كلامي للاطار التنسيقي ارشح اليوم كبرنامج باسم برنامج ارض السواد ارشح نفسي لوزاره الزراعه كوزير زراعه ومن الان متنازل عن راتبي كوزير زراعه ومتنازل عن التقاعد مالتي بعد انتهاء خدمتي بالحكومه الجديده وخلال سته اشهر اذا ما قدمت ايجابيه للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني او النباتي اعلن استقالتي امام الجميع وهذا اريد الجميع يحفظه مثل ما قلت اي مخصصات اي رواتب ما اريد اي تقاعد ما اريد اليوم اني اريد اخدم القطاع زرت كل المحافظات العراقيه كبرنامج ارض السواد والحقيقه شفت ماساه اريد نغير هذا الواقع فهي انا امام الجميع علنها رسميا زين تسمح لي قدام الجميع ايضا اريد اسالك تفضل لو كنت وزير ايش راح تسوي؟ اول شيء اسوي هيئه وطنيه لترشيد المياه كسقي حديث ترشيد المياه؟ اي شلون؟ اجيب مكان حديثه اجي العفو مرشات حديثه ليش التجيب؟ انا كتنفيذي وشنو دخلك بالموضوع؟
شلون شوف اسمح لي حبيبي اول واحد اعترض على ترشيح والله العظيم مو اعتراض بس اول اعتراض لا تصحيح للفقره ايه. اليوم انت وزير زراعه ليش مقمص نفسك التجيب يا تجار وعندك ارشاد يا تجار جيبوا بدون قيد او شر دخلوا شركات تعالوا هذا قرض وبدو هاي ليش التدجيب شو وقت تجيب انت ومنو عندك يروح يجيب ايه. هاي واحد شيء الثاني حتى دكتور عباس سالم ما يجاوب مدير عام الثروه ما راح يجاوب ليه؟ الشيء الثاني لان عادل المختار موجود صديق. يعني ليه يزعل هو اخي وحبيبي انا يعني حقيقه موجوع قلبي لان انا قدامك دا احكي حل هسه انت دا ترشح واني قبل شويه حكيت لك الحل ما اهتميت فيه هسه انا لا اسمح لي 3 مليارات بس انا مو زراعه مرة حكيت لي فتح معلومة ترى لحد الآن كاتبها قلت لي أحسن ما يسوون سد يمكن سد ضخمة مثل ما أتصور خوباً أخلي أستثمر هذه الأموال بالسق الحديث راح يوفرني المياه قد مليارين مليارين لك. بالضبط فأنت أول ما تبدي تدعم الفلاحين يا أخوان هاي قرض وهاي الشركة عراقية وابدوا ليل نهار بسرعة حولوا فرقت لي مليارين ونص وين أودي المليارين ونص للبست للوسط والجنوب انقذ نعم. من زين شباب حاولوا على الدكتور عباس سالم اكثر الاوقف يعني اوقف تربيه الاسماك ايه. هاي مليار وربع غطيت الاهوار طيب هسه ايش راح تسوي هاي حلول سريعه احنا نعم. دريد انت وزير واني قلت لك بدايه كلامي اي وزير اول شهر ثاني شهر ان ما طلع حلول والله يسقطوا زين الاسماك الغي موضوع البحيرات والاقفاص اسويها قنوات مغلقه احافظ على ماكو قنوات مغلقه ماكو فلوس شفناها ماكو فلوس صباح عجيب يسوي مغلقه سوى انا شفت كلوز سيستم عبالي منتدى تحكي عن غير شيء الكلوز سيستم ليش لا شكو بيه ليش يسوي ليش تربي هم مو قلت لك الارشاد ضعيف انت اليوم وزاره بحثيه ارشاديه وين الارشاد بهذه المحنه يا اخوان لا تزرعون واللي يريد يزرع بمنظومات خلي يزرع يتوسع ما عندنا مانع ايش قد فرق اذا تريد تزرع منظومات ري واذا تزرع بالري السايحين خلينا نقربها ايش قد يعني فرق واحد يريد يسمع يقول ايش قد فرق اذا تزرع مليون دونم حنطه بالري السايحي تحتاج 4 مليار واذا بالري الرش تحتاج نص مليار طيب بالبستنه بالري السيحي تحتاج 3 مليار للبساتين اذا حولتها بالري التنقيط اقل من نص مليار شوف الفروقات تغير اسلوبك شبعنا من هالحكي هاي السياسه ما عندنا حنطه وشعير والله الشلب لازم نزرع لان هذا تراث ما يابا يا تراث من شرب ما عندنا الاهوار جفت اراويك الفيديو والله الناس تدزي فيديوهات بكي لا تزعل من عند استاذ عادل اليوم حلولك قاسيه لازم معين. لازم لازم اليوم مرحله يجب ان تكون قاسي من اجل الناس بما حكينا على الارشاد الزراعي انتقدناهم هم عندهم فيديو نشروه يطلع لي هذا شوف يعلمون العالم على موضوع تربيه الاسماك باوع الكارثه شوف انا دا اقول نوقفه وهو وين دا يروح ربو مليار وربع هذا ممكن هاي الاسماك تعوضها من غير مكان هاي المليار توديها الشرب تخيل احبي المشاهدين خلينا نشوف هذا الفيديو الحقيقه شكرا للارشاد الزراعي في بعض الاحيان يعني ممكن استاذ عادل قاسي عليهم لكن احنا ايضا نعطيهم حقهم خلينا نشوف هذا الفيديو راجعين بالنسبة للتربية بالأقفاص طبعاً هي استخدام حيز معين محدود لتربية أكبر عدد من الأسماك يعني المتر المكعب الواحد يأخذ 50 كيلوغرام من الأسماك وهي نسبة كلش عالية ما ممكن التربية بالنسبة للأحواض الطينية لأنه على اعتبار مجرى المي نسبة الأكسجين بي أعلى والمي مستمر مجرى الماء مستمر بالإضافة أنه ممكن السيطرة على الأسماك بصورة بسيطة لأنه حيز محدود واستثمار موارد المياه بصوره اقتصاديه وعدم الهدر بالمياه هذا من طبعا الامور اللي لجأنا اليها بالعراق نتيجه شحه المياه بالفتره الاخيره وطت نتائج كلش جيده وعاليه وتنافس الاحواض الطينيه او اكثر انتاج منها بكثير
بالنسبه للمربي اللي يرغب بانشاء احواء اقفاص عائمه على مجرى النهر يجب ان يلتزم بالشروط الصحيه الموجوده او المتوفره عند التقديم على الاجازه في وزاره الزراعه، وهي التباعد بين مشروع واخر، يعني ان يجب ان لا يقل عن كيلو الى كيلوين عن اقفاص المجاوره له. بالنسبه للاقفاص كثافه الاقفاص ايضا محدده، قلنا 20 كيلوغرام بالمتر المكعب الواحد. عمق المجرى النهر، عمق مجرى النهر ان يعني اسفل الاحواض يجب ان لا يقل عن متر الى مترين، لانه هذا راح تؤدي الى تراكم الاعلاف اسفل الحوض وبالتالي ارتفاع نسبه الامونيا والنايتريت وتسبب الى تسمم الاسماك وضعف مناعتها وبالتالي راح ما يصير بها مردود اقتصادي بالنسبه للمواطن. الابتعاد عن ابتعاد عن مصادر التلوث اللي هي المستشفيات، مجال الصرف الصحي بالنسبه للمدن، وكذلك الابتعاد عن شبكات الاساله بالنسبه، لانه هذا قد يستخدم معقمات وبالتالي تؤدي الى مشاكل صحيه بالنسبه للانسان، يعني لانه قريب من مشاريع الاساله. رجعنا لكم احبتي المشاهدين، شاهدنا هذا الفيديو، تعليقك استاذ عادل. طبعا انت دائما تقول لي الناس يتهاجمك، هسه هذا فيديو ارشاد زراعي قبل ايش قد؟ تقريبا سبعة اشهر. سبعة اشهر يعني عندنا في ازمه مياه. ازمه مياه تربي تقول لهم ربوا تربيه اسماك بالاقفاص؟ يابا مو المناسيب هي اصلا دتقل، احنا دنقول لك دتقل المناسيب، انت شلون تشجعهم؟ المفروض تنبههم لخطورة الموقف للمناسيب، والمناسيب كل ما تقل، طبعا هو قال يجب ان تكون مناسيب مرتفعة اولا، وقال بعيد عن التلوث، المناسيب كل ما تقل شي يزيد؟ التلوث، يعني شيء اساسية هو شمرها بالشط وراح باتجاه شنو؟ تدعمه. بعدين يا اخي الارشاد الزراعي هذه فيديوهات المفروض ينطلق برنامج حضرتك يدعمه بشكل انه يكون هو البرنامج ارشادي. اليوم العالم تطور وين وصل؟ اليوم بدل ما يدعم منظومات الزراعه المائيه، بدل ما يدعم الشعير المستنبت، الزراعات الحديثه منظومات الري يشجع، هذا هو وقته. هذا اليوم يراد واحد بطل ينزل للساحه يغير يفرها فر. اليوم العالم وين وصل؟ دولة مثل الأردن، خل أعطيك إياها بالأرقام، دولة مثل الأردن مليار واحد إيرادها تاكل وتوكلنا وتصدر. وإحنا 48 مليار ما نعرف ناكل. دولة مثل هولندا متقدمة بالزراعة، مساحتها 10% من مساحة العراق. 10% من مساحة العراق، اليوم دولة متقدمة. بينما أنت اليوم تهدر المي بدون وجع قلب، والدليل هالبحيرات والرئيس يحيي البستين، قلت لك فرق بس ذولا اشتغل عليهم وفرق لي 4 مليار، اللي أنا محتاج مليار واحد. كافي بعد، لازم تتغير، الزراعة لازم تنهض. شنو إرشاد زراعي؟ وزارة إرشادية، شنو الإرشاد ماله؟ أنت جاوبني، أنت أبو برنامج وأسبوعيا حلقة وجاوبني أنت. لو يلغوها هسه بالضبط، لا تبقى بس ارشاد. طبعا هو شنو اللي افتح لي قناه فضائيه وين ابو هذا اللي اقوله بالضبط. في كل قناه المفروض لو تخصص لك نص ساعه في كل قناه، تخيل كم نص ساعه اكو زراعيه. عم احنا بهالوضع الماساوي ما عندنا برنامج زراعي نعتمد عليه، بس حضرتك المفروض برامج ارشاديه تثقيف. انا قلت لك المفروض اليوم اوجه كل الفلاحين اصحاب البسنه يروحون لشركتنا. ماكو عندهم نوافذ زراعيه برامج؟ اوه يابا بس هم يحجون، يجيب واحد ويحكي ويسولف ويخصص الجو جميل. يابا الوضع خطر، التلوث وصل مرحله، البصره البارحه السموم الطحالب الحمراء بدأت على طار البصره. طبعا اكو حادثه قبل شهر صارت، محل ما حكى بيها وكلها ساكتين، بنهر العشاب في محافظه البصره في مركز البصره، وما حد ما حكى وساكتين على هلاكات كبيره جدا، وغلسوا عليها الموضوع. لا تصريح رسمي لا من وزاره موارد، لا تصريح رسمي من محافظة البصرة كمحافظ، لا تصريح رسمي من وزارة الزراعة. خلينا نشاهد هذا المشهد بسيط جدا وراجعين. هذا
خايسه يا مصروفه. الارض كلها خايسه شو من ريحه. هذيك شنو الفيلم؟ شنو الاسم هذا؟ رجعنا وياكم احبتي المشاهدين بدقيقه وصلنا للختام. تريد بعد ساعه؟ والله ساعات مخرجنا نط ساعه بعد برنامج وعندنا بعد برامج. والله 10 دقائق همج في برامج اكو برنامج 10 دقائق تفيد. اقول لك شيء واحد احنا قلناها، يجب اعاده النظر بالسياسه الزراعيه. هاي مو زراعه، هذا نهر العشار. شفت المي ماله اخضر، يعني هو من ماتت السمك شفته، لكن هو مي اخضر صار ليش قد ما عنده اربعه. من يصير نهر اخضر اتوقع شو اقول سمك يموت. وين كنت انت؟ ماكو احد يباوع، ولذلك مي ماكو، مي جاف، وانت تقول يا ربي اسماك. الزراعه انواع اشكال. العلمك هسه اريد اسس جمعيه للمهندسين زراعه بالزراعات الحديثه. هذا اللي اقوله. غير غير غير. اعلن ترشيحك لوزاره الزراعه، وما شاء الله عندك دعم بالفيسبوك قوي. شيفان. يلا من قناة جماعه طريق الحرير. من قناتكم الكريمة فعلا يعني أعلن ترشيحي لوزارة الزراعة إذا أحد رغب بي، ولو ما حد يريد، لأن أنا من النوع اللي لا، مو هو ممكن رئيس الوزراء الجاي أصوله زراعية، وهو على ممكن نتمنى وإحنا نكون داعمين لو يسمعنا. هي المشكلة من يصير وزير ما يسمع. هل ترشح نفسك لوزارة الزراعة؟ حضر أرشح. بس أنا أيضا مرشح. لا بس نتعاون هسه انا وياك. لا لا، انت اذا صير انا اصير مستشار مالي واعلاميا ندعمك مجانا كارض السواد، ونكون وياك على الخير. حقيقه احنا نحتاج وزير كفو ينزل للميدان يفتح ابواب الوزاره. اليوم اللي يريدون يشوفون الوزير ما يقدرون. بابواب كل سبت تفتح القاعه والناس تقعد تحكي مشاكلها وتحلها. ان حليت مشاكل الناس خلصت الزراعه تكون الزراعه بخير. كل التحية والشكر لك أستاذ عادل المختار الخبير الزراعي والمائي ومستشار لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي. عندك دقيقة واحدة؟ لا نص دقيقة. نص دقيقة 30 ثانية أحمد. يلا بصراحة اقتنعت أن أكون مرشح لوزارة الزراعة ورسمي وفعلي. يعني ذيك هسه كنا نشاقها، بس هسه فعلا واني مستعد أن أناقش مع أي من يكون برنامج زراعي كامل. يا الله. ويختلف عن الاسس اللي يشتغلوها هم او الاسس اللي يشتغلوها. اني برنامج شكل واقعي والناس هي اللي تجاوب. عمي بعد الفلاحين مزارعين المربين بكيفكم، اكو مرشح وزاره الزراعه بعد شاب ينزل الميدان يروح محافظات، بس خبرته مو قويه، بس اكو خبره، بس انا العمر هم الى احكام تروح للبصرة وهاي. ايوه سوينا اروح انا 24 ساعة. ربي يخليك. اول البارحة وقعت. ادري لك سلامات ان شاء الله يا رب. احبتي المشاهدين، الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد، اللي كان ضيفنا المرشح لوزارة الزراعة الاستاذ عادل المختار. تقبلوا تحيات المرشح الاخر لوزارة الزراعة ظفر علي. نلتقيكم بحلقات اخرى. الى اللقاء.